في الفترة الفاصلة بين الترم الدراسي وبين الليزيالي بتعتبر إجازة نصف العام فترة مهمة لراحة الطلاب، وبتحرص المؤسسات التعليمية المصرية على تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية ليستغلوا بها وقت الأجازة ليعود الطالب أكثر نشاطا لاستكمال الفصل الدراسي الثاني. معلمة رياضة الأطفال هي يعني أول معلمة في حياة الطفل. رياضة الأطفال نفسها هي اللبنة الأولى والمرحلة الأساسية، بدايات كل حاجة مهمة جدا. معلمة رياضة الأطفال هي بتسلك منهج التعلم عن طريق الأنشطة، فشغلنا كله في رياضة الأطفال أنشطة. يعني إحنا ما عندناش تلقين، ما عندناش يعني أي ترهيب بالنسبة للطفل، كله تعلم عن طريق اللعب. بنعلم الطفل المهارات الحياتية، المهارات الحياتية دي مهمة جدا. بقى في كمان في حاجة جديدة جميلة بالنسبة لرياض الأطفال، احنا كان عندنا مشاركة مجتمعية لكن زادت قوي مع المنهج الجديد بتاعنا. بقى في تكامل، يعني مش مشاركة بس، ده بقى في تكامل بين البيت وبين الروضة. وهنا بتتحول المدارس إلى نوادي لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته بما تشكله من مركز ثقافي يرتاد أفراد المجتمع، وذلك لممارسة الأنشطة المختلفة. بالنسبة للجودة ودورها في تفعيل الأنشطة المدرسية، هل هي لها دور رقابي أو دور مساعد ومكمل؟ الحقيقة إحنا بندرب مدارسنا على كيفية ممارسة الأنشطة، بنساعدهم على استكمال أدواتهم اللي بيكونوا محتاجينها لممارسة أي نشاط. بنعمل تدريبات مستمرة لجميع العاملين، سواء مدرس إداري، أخصائي اجتماعي، مدير مدرسة، علشان يستوي في معايير الجودة. تمام، شوف حضرتك، بالنسبة يا أستاذ علي للمبادرة، بس مش هنرميها، نعمل حاجة حلوة بيها. دي وظفت عندنا التربية الفنية والاقتصاد المنزلي. الأنشطة دي حضرتك بتخلي الطالب يكون عنده دافع أو حافز جميل على إنه يمارس العملية التعليمية عن حب. يعتبر النشاط المدرسي دعامة أساسية في التربية الحديثة وإحدى الوسائل لإسراء المنهج وإخصابه، فالحياة التعليمية التي تخلو من النشاط تفتقر إلى عنصر هام من عناصر تكوينها. بالنسبة للأنشطة، أنشطة علمية وأنشطة رياضية. الأنشطة العلمية مكتبات، ندوات ثقافية بنشارك فيها. الأنشطة الرياضية جميع أنواع الرياضيات، سباحة، جمباز، كرة قدم، كرة طايرة، كرة سلة. وبالنسبة لرعاية الموهوبين، أي حد المدرسة بتلاقيه عنده أي موهبة من أي نوع سواء علمية أو رياضية بتبدأ تدعمه، ولو محتاج لأي حاجة إحنا بنقوم بيها وبنلبيها. ما بقى بالنسبة لإيه حتة إن هي إيه الطالب بيستفاد إيه بالنسبة للنشاط بتاع المجال الصناعي؟ أنا أقول لحضرتك على حاجة، ما في طالب إلا بيقعد على ترابيز الكمبيوتر في البيت، فنفترض إن إيه تفككت من بعضيها، فلازم إن إحنا بنديله خلفية إن هو يبتدي يمسك العدد والأدوات، إن هو يبتدي مثلا إيه يدق على حاجة، يربط حاجة بمسمار بالمفك عن طريق المفك، يشيل جزء تالف ويستبدله بجزء اخر بنفس المواصفات بتاعته، برضه بيشيل اللمبه، بيفك اللمبه، بيغير الدويل، بيعزل السلك بالشريط بتاع اللحام، ده بالنسبه برضه كده. يأتي دور المشاركه المجتمعيه لحملات التوعيه والمبادرات التي تطلقها المؤسسات التعليميه بين الحين والاخرى، كعمل تطوعي في برامج حافله، انشطه ومسابقات متنوعه بيئية وفنية ورياضية وثقافية بمشاركة المتعلمين، بتأطير وإشراف الأساتذة وهيئة الإدارة التربوية وبإشراك مجالس الآباء. والله هي فكرة المعرض هي فكرة مبسطة جدا، يعني الطالب كان عندنا بدل ما بياخد حاجة، كان عندنا في حاجة اسمها التكافل الاجتماعي، الطالب كان بنديله حاجة بدون سعر بدون حاجة، بيبقى الطالب محرج شوية.
فهي الفكره بقى بنت على ان ايه، بدل ما الطالب ياخد الحاجه بيبقى محرج منها شويه، بنديله مثلا قميص بنطلون اي حاجه منها بسعر رمزي جدا جدا جدا، فالطالب بيحس ان هو اشترى الحاجه، مش واخدها كده لا اشترى الحاجه. احنا بنلم من اهل الخير، من الزملاء، من الاهل، من الاقارب، بنجيب الحاجه وبنعيد تدويرها بقى تاني. الحاجه ممكن تكون يعني فيها زرار، فيها حاجه بتاع، بنخيطها بنظبطها بنكوي، وزي ما حضرتك شايف كده هو بنعلق بطريقه يعني برضو مبسطه. كل حاجه تدوير، كل حاجه بمجهودات ذاتيه، ما بنشتريش، كل حاجه مجهودات ذاتيه. ممكن النشاط الطلابي يحول التعليم من ثقافة الإيداع إلى ثقافة الإبداع، فيجب أن يختار الطفل النشاط الذي يفضله من حيث الميول والاتجاهات، وذلك لتحقيق أهداف العملية التعليمية. ويعني الشاهد علي سراج، الإسكندرية.